دولع. خد امسك السندوتش الطعمية ده، انت ما اكلتش من الصبح. اه والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده يا عم؟ حاجة عبيطة. خلي ايه اللي خلي؟ انت هتبقشش عليا تصرف عليا هذا ولا ايه؟ ايه دولة واحد يا عم؟ واحد يا عم؟ الله الله الله، هو كل واحد هيعمل فيها نزيه النهاردة ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، بص السندوتش الطعمية ب 13 جنيه ونص. حرامي وغبي، في سندوتش طعمية ب 13 ونص؟ يالا تستهبل. ايه دولة مالك يا عم؟ مالك كده يعني دلوقتي؟ انا سرقك برضو زعلان، برضو اعزمك برضك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى دولة؟ فين ايام زمان كده؟ هو دولة لما كان يقول لي قشطة يا رمزي اقول له قشطة؟ فينك يا دولة؟ تزعق لي ما زعلش، تضربني ما زعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اه اكيد وقعت من عرف. كاني وقعت من عرف، اتركنت عرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمه في البيت. طب وايه اللي زعل يا دولة؟ طب ما هو انا عندك اهون، عمري ما كان ليا كلمه في اي حته في الدنيا ولا ليا لازمه كمان، ومع ذلك انا مش واخدها بحساسيه. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع يا دولة، أنا أمي لما اشترت البقرة صبوحة العملية جلت في إيديها بقى لبن وجبنة قريش وشاورما. شاورما؟ كانت بتاخد شاورما من البقرة وهي صاحية؟ يا نهار أبيض، وأنا عمال أقول الزكاوة اللي عندك دي جايبها منين؟ إيه؟ من أمك. دولة لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. آسف جدا، أنا آسف جدا إن أنا قطعت حضرتك يعني، وحضرتك بتنصحني، أنا آسف. اتفضل حضرتك سمعني. أنا بقى أبويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دولة، كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده، بس ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت. ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى دولة كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده وانا اقوم رميه في ودن البقره صبوحه. اه عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه، امك تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القريه، صح؟ دولة لو سمحت، عايز تستفيد مني اسمع. انا اسف انا اسف، بقطع حضرتك تاني، انا اسف. اتفضل قول. انا بقى ابويا بقى لما لقى ان امي اختنت وكده هون يعني ايه، مسكتش وقرر يحاربها، فقام اشترى لها بقى. اشترى لها بقره طبعا. لا يا دولة، اشترى لها سم وقام مسمم لها البقره بتاعتها، ورجعوا بقى الاثنين فقراء تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. يعني انت عايزنا نستفيد من الروايه بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دولة مش لازما يعني تسم لهم يعني، انت ممكن تشتري لهم سكينه. سكينه؟ بص، برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متاكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجه، ان لا يفل البقره الا الجاموسه. يلا خش يا انت وهو يلا. خش يا ريس. خش بتاع هنا يلا. خش يا ريس. خش افرش هنا يلا. خش يا ريس. ايه ده؟ ايه الاوبن داي بتاعنا؟ من حقنا نعمل اوبن داي، كل واحد في اوبن دايو. لا ده مش الاسلوب ده يا عادل، ان شاء الله بقى. هو ده الاسلوب، والبضاعه موجوده وعلى ايدينا اهو. يلا يا زباين، باتنين ونص تعالى بص، باتنين ونص تعالى بص. اي مشروب، اي مشروب ب 35 قرش، ولا استغلال الستات ولا الكافيهات. انت يا جربوعات، انت تعالى هنا. بص بقى، انت تاخد العصير بتاعي ب 50 قرش وانت تبيعه ب 35 قرش، والرخيص ثمنه فيه، وانت هتكسب فلوس ادي كده اهو. امسك. والنبي شو بتقول ايه؟ ب 2 ونص وتعالى بص، بس ب 2 وبس، وخليها تخرب. يلا يا مدام، يلا يا هانم، يلا يا مدام فستان الهام، يلا يا بيبه تنما ايه؟ ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب؟ قربوا يا شباب، باتنين ونص تعالى بص. فرش الدولة اسعارها مش معقولة، بادي حريمي بتلاتة ونص عادل. قرب يا مدام، قرب.
قرب يا استاذ قرب يا بيه، معانا سبوره انما ايه سل الاموره معانا. اتفضلي يا مدام اتفضلي. ومعايا الفلايه. ايه ده بكام دي؟ عشان خاطرك ب 15 جنيه عشان خاطر عيون حضرتك بس. ده انا لسه شايفاها عند ابو دوله ب 12 بس. تعالي 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 دوقي. دي شايطه ودايبه وبتاعت غسله واحده اللي عندي دولة دي. لا 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 بتاعت غسله واحده ايه، ما انا لابس منها اهو وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالثلاثه ولا بتبوظ ولا اي حاجه. بتنوينو بتنوينو على بوم. يعني انت مش اسلوب يا عادل للبيع والشراء يا عليمه، ده مش شرف المهنه يا عادل. يا وطي يا عادل يا وطي. هنحدد بعض ولا ايه؟ يا وطي. لا 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 التجاره شطاره، واللي حصلني كسرني واللي حصلني كسرني واللي حصلني كسرني. تعال قرب قرب يا مدام بتنين ونص. قربوا يا اخوانا، طلع يا هاد البضاعة. ايه يا محمد طلع يا هاد. قرب يا تيزا البضاعة على الترابيزة. اقول لك ايه يا استاذ، من عندك خلاصين اطفال؟ خلاصين اديها خلاصين الاطفال من عندك. هلا عينيا يا دولا. الريس دولا يا ريس دولا. هلا حمار الريس. عاملين بكام النهارده؟ هلا كله على بعضه ب 4000. 4000؟ ايوه ريس. صدريهم ياد عشان ما نتحسدش. هلا يا انتي عاملين بكام النهارده يا انتي؟ 200 جنيه. واحنا عاملين في البوفيه كام واحدة فتلة؟ 300 جنيه. قشطة. عسل. وانتي عملتي كام يا خيبتها؟ 25 قروش. 25 قرش؟ ليه؟ واحد طلبت كوباية مية ولا ايه؟ عموما اللي يتكسف من بنت عمه يتجوز بنت خالته عشان تترتاحوا شوية. انا ممكن اخد منكم البضاعة كلها ويعني اراضيكم قرشين. احنا هنحافظ على الفرشة دي لحد اخر شراب في البضاعة. الله اكبر، ايه الروح القتالية دي انا اللي انا شايفها؟ انت بتحرق اسعار يا عادل. الريس دولة. ايوه انتوا ما حرقتوا دمي، احرق لكم شويه اسعار. وبتشغل الاغاني السوقيه علشان تعمل دعايه لنفسك يا عادل. الريس دولة. ايوه انا ما دعيت عليكم والحمد لله ربنا استجاب. ماشي يا عادل، والبادي اظلم واللي يحصلني يكسرني. باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. بص باتنين ونص. نص نص. تعالى بص. قرب 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 يا متغرب، تعالى دور وقرب بجنيه ونص. ويلا يا تنت هنبيع بالقسط، ويلا يا عم هات شميس لحمار. الله يا ده عم بتاع هلا. يا عم احنا صوتنا اتنبح بقى يا دولة بقى. صوتك اتنبح يا هلا، انا جايب كلاب معاك. ما تنادي يا ده عم بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه وبس. ايوه بجنيه وبس. بس بجنيه وبس. وبنص جنيه. ايوه وبنص جنيه. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. سمع هص 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 بقى انت وهي وهي. ايه ده؟ انا مندوب رئيس الحي تمام، وانتم معمول لكم محضر اشغال طريق. واشغال طريق سيادتك يعني ما فيهوش هزار تمام. وهنصادر البضاعه. ايه رايك؟ هنصادر البضاعه. وانا بقى لم الفرش. يا لم الفرش يلا. وانا بقى فاكرين انتوا نايمين على ودني، بس انا مش نايم على ودني، انا صاحي قوي، صاحي لكم قوي قوي جدا خالص تمام.